الخوج واحد اللعيبه. حضرت رزقي. الله يا ربي ما تطير شيار. وقفي تم. لا لا وقفي اح الخوت جاب الله واحد الفريق هو. والله الا غدايا وفرته، والله حتى غدايا وفرته الخوت، والله حتى غدايا وفرته. الحمد لله الحمد لله غدايا وفرته. اش عطشت صراحه. بسم الله. هبط المقلة هبط. واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم تحدي هربان ديال بصح. صراحة عيت، كاين الشمس، ولكن اليوم دايرين تحدي من اجل البقاء اخوان. ما جايب معايا تقريبا والو، خاصني نقور القوت اليوم ديالي من هاد البلاصة. إلا ما لقيناش في هاد البلاصة راه غادي نمشيو إن شاء الله للغابة. المهم غادي ندوز نهار كامل بدون معدات، بدون شي حاجة اللي كتكال. جايب معايا تقريبا حتى الماء ما جايبوش إخوان، الماء ما جايبوش. جايب معايا الشكارة هادي، هادي الخو، هادي اللي تكون المنجا الوحيد ديالي هنايا في هاد البحيرة أخوتي. هاد البوشيطة هادي تقريبا فيها سبيب وصنارة، سبيب وصنارة الخوت، باش غادي نصيدو إن شاء الله في هاد بحيرة الموتى إخوان، وغنديرو التحدي ونشوفو راسنا واش غادي نصيدو شي حاجة. تقريبا جايب معايا مقلة إخوان، مقيلة، إلا شدينا شي حوتة إن شاء الله من هنايا غادي نقليوها إن شاء الله بإذن الله. غنوريكم كلشي شنو جايب معايا. جيب معايا الكاري يا اخوان، الكاري، يعني لما شديناش في هذه البحيره غادي نتجهوا ثاني للبريه ان شاء الله، الغابه، الشجر، فيما كانت شي لعيبه غادي نديروا ليها الراق وغنصيدوها ان شاء الله باذن الله. وجيب معايا الخوت الزيت، الزيت باش نقليو ان شاء الله الوليمه ديالنا اللي شديناها هنايا. وجيب معايا القراده ديالنا ان شاء الله، باش الا شدينا شي حاجه غنقرضوه هنايا ونقطعوه فيليات باش نقليو ان شاء الله هذا الشيء اللي غادي نديرو. هذا الشيء الا شدينا، هادشي احتمال نشدو. وجايب معايا الملح، وجايب معايا الدقيقه اخوان، هادشي اللي جايب. وجايب معايا السكين ديالي اللهم بارك، هادشي اللي عندي غادي ندوز به النهار، وغادي نشوف واش غادي نشد شي حاجه ولا ما غاديش نشد والو. هادشي اللي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم، الا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معاك واحد لايك، كومونتير، سبسكرايب، وتبارطاجي مع صحابك، ولا تسقاو مشيو للمهمه ديالنا، تابعنا تماره ديال بصح. خود جمعت الشكاره ديالي، دابا غادي نهبط مع هذا المنحدر الخطير، و لا قدر الله تقدر تقع علينا شي حاجه. ونهيت بالصحه صح. تجا الخوت الله الا جيت محرود من الفوق، ولكن هانية ماشي مشكل، مغامره. ولي ولي يا ربي السلامه ياك. فراني صافي، هبطت من الفوق. شتي باش كتهبط مزلك كتجي ناضيه وخا عمرت، ولكن ماشي مشكل. انا جايب الحويجات ديال المغامره. دابا ما غاديش نمشي من هنا اخوان، لحقاش هاد البلاصه هادي ما فيهاش الحوت قليل، غادي نضطر نمشي لهاد البلاصه هادي ان شاء الله. الي تسقاو شو البلاصه هادي كي دايره، ناضيه ديال بصح. غنصيد هنا تقريبا، اختاريت هاد البلاصه هي اللي غادي نصيد بها باذن الله. والمعدات كيف قلت لكم عندي غير السبيب، هذا السبيب ديال الحوته الكبيره ان شاء الله غادي نرميوها وغادي نشوف واش غنشدو شي حاجه ولا لا. وتقريبا عندي هذه السبيب صغير، غادي ندير ليه صناره ستوندار يعني تشد لينا اي حاجه كما كانت صغيره كبيره. المهم اليوم دايرين داكشي ديال من اجل البقاء. بسم الله. وبالنسبه للطعم حتى هو ما جيبوش اخوان، ما غاديش ندير الطعم يعني نجيبو معايا، غادي ناخذو غير من الطبيعه. تقريبا غادي نقلب على الببوش وغادي ندير الطعم ديال الببوش ونشوفوا واش يصدق ولا ما يصدقش. والصناره عندي تقريبا جوجات، عندي هذه وعندي هذه،
هادو هما اللي غيصيدوا لينا. الا مشات حتى تقطعات لينا يعني غادي نفشلوا في البحيره وغادي نلتجهوا لسميتها الطبيعه، وغادي نشوفوا واش غادي نحضروا شي حاجه ولا ما نحضروا والو. المهم عاد ديجا الصناره، وكيف كتلاحظوا البحيره هنايا راه بامكانها انها تقطع لك السبيب والحوتات دير لك الصناره، يعني احتمال كبير اننا نقدروا نشدوا نقدروا ما نشدوش. الصناره غادي نربطوها غير في هذا السبيب عادي بحال هكا وغادي نرميوها في البحيره. الصناره راه عاديه كي كتركب يا اخوان، بالنسبه للناس اللي كيعرفوا اللي ما كيعرفوش يربطوا الصناره، الصناره راه عاديه كدير لها بحال هكا وكتلوج الجلويات، كتلوي بزاف ديال اللويات بزاف 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 وكتخرجها من العين الاخرى. نحتاج هذا العود هذا باش نربط فيه ان شاء الله السبيب ديالي باش ما ديش لي الحوته السبيب. تقريبا انا ناخذ واحد الكميه ديال السبيب كبيره، الكميه اللي غادي تقدر تصيد ليا بحال هكا، الله يجعل شي بركه. تقريبا خديته كامل هذا السبيب هذا، بسم الله غنربطوه هذه هنايا هذا العود هذا. هنا داكشي بدائر الخوت، داكشي بدون معدات بدون والو، معدات بسيطه وغنقدروا نصيدوا ان شاء الله. صافي دابا بقى لي حاجه وحده، بقات لي الطعم. الطعم اللي غادي ندير هو الببوش، غادي نمشي نقلب ان شاء الله على الببوش. دابا الخوت رحله البحث عن الببوش، ها هو الببوش دابا كنلقط فيها الخوت. الى لقيتو هنايا حيت قليل بزاف الببوش في الفصل ديال الصيف، كيكون الببوش قليل. رجلينا شي حنش من هنا، هادشي سخون هادشي. ها هو ها هي البوشه، بسم الله شو كيدايره يا بسم الله. ها هي الاولى هادي كبيره مهوره، هادي ها هي وحده هادي تاهي مهوره، ها هي وحده هادي تاهي مهوره، ها هادي مهوره هادي تصيد لينا. هاهي عندي هنايا تقريبا واحد الكميه ديال الببوش، الله يجعل البركه. غادي نمشي نستهدف هادو ونشوفهم واش غيشدوا لي شي حاجه ولا لا في هذه البحيره السعيده. هاد الببوشه الكبيره غادي نشدوها غنهرسوها بعدا بحال هكا حتى يخرج هذا الشيء ديالها، ونحيدوا ليها القشور ديالها وغادي نديروها في الصناره ديالنا هنايا على هذا الشكل هذا بسم الله، ونخلوها ما نغسلوها ما والو، تبقى مريحه باش الحوت يستهدفها. تقريبا الاخوان هذه التطعيمه ديالنا بالببوش، وغادي نشوفوا واش غنسدوا شي حاجه ولا لا. بسم الله توكلنا على الله، حنا غير نبقاو نتسناو لحمه الطعمه ديالنا، وغادي نبقاو نتسناو حتى يجيب الله التيسير، غنبقاو نتسناو ان شاء الله. كيبانوا لي الفقاعات ديال الحوت في الماء، يعني الحوت كيدور هنايا وعلى الله وعسى نطلعوا شي حاجه يا ربي. كيبانوا لي الفقاعات في الماء، ملي كيكون الفقاعات في الماء عرف انه كاين الحوت. الطعم ديال الببوش ما دار معايا والو، خاصني واحد الحشره كطير هنا، راه هي اللي كانت كتبان ليكم هي اللي غادي نشد باش نطعمها. راه من الصباح انا مضارب معاه والو واش بغات تشد ليه. ببوش الخوت ما دار معايا والو، هاي 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 هادي كيموت على الحوت. هاي الاخوان غادي نمشي نبدل البلاصه، غنضطر نبدل البلاصه لحقاش هنايا ما كيضربش عليا الحوت. لا 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 يلا ضربات واحد الحوته، يلا يلا ضربات، غنضطر نبدل البلاصه الاخوان، غنمشي لهي ونشوف على الله واش نشد شي حاجه ولا والو. حناش كياكل البط، البط عنده شوف هذا الريش ديال البط هذا كياكلو هنايا، شوف 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 عدومة عدومة، شوف يا ربي السلامة يا ربي. ها هو البط، شوف البط موكول الخوت هنايا،
عرفتي راه بالي واحد الحنش قداش بغيت نصوره ومشى هنا. اخوان كنقلب هذه البلاصه هذه كيكون فيها البط هنا خارج يقدر يكون مبيض ولا شي حاجه. وباقي غنكمل الطريق ديالي كاين حتى الحمام في هذه البلاصه هذه غادي نشوف واش غادي نضرب شي راهي راه حمام الله طارت كاين الحمام هنا غادي نسمر ليه هنا ونشوف واش نضرب شي حاجه ولا لا. شو راه كاين الحمام موجود يلاه طارو. ها هو عندي الكاريج مع شويه ديال الحجر ها هو شوف كاين بزاف خرج واحد الحمامه تحط دابا هاي دارت جابت لي الدور هاي غتحط شو مخلوعة شو دخلت لداخل واه في دخلات طعم اخوان ما دار معايا والو طعم ديال الببوش والو واش بغى يشد ليا من الصباح انا مضارب معاها دابا غادي نضطر انني نصيد الحمام ولا شي حاجه عرفت شناهي هذيك الخوش واحد اللعيبه واحد اللعيبه هي اللي غادي نطيب ان شاء الله. ناري ناري حضرت رزقي حضرت رزقي الله حضرت رزقي يا ربي تكون بقى هي اللي غادي نطيب ان شاء الله باذن الله. حضرت رزقي اخوان ما عرفت فين هي بنت ليا كتحرك ما عرفت فين بنت ليا بنت ليا هنا بسم الله بنت ليا هنا هيا هيا الخوت يا ربي ما تطيرش يا ربي يا ربي ما تطيرش واو حضرت رزقي وقفي وقفي تم لا لا وقفي 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 حضرت رزقي صافي وقفي تم حضرت رزقي الله اكبر الله اكبر حضرت رزقي يا ربي توقف كاميرا وقف كاميرا ما تحنسرينيش الكاميرا حضرت رزقي ها هي وليمه 5 5 تعالي هنا زيد هربات الخوت بلاتي بلاتي ما عرفتش مالها لا زيد 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 هك 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 هربت هربت هربات الخوت هربات ما عرفتش ضاربها ناري بغات طير ها هي الخوت هذه هي الغدا ديالي ها راهي راهي الغدا ديالي ولكن زادت الخوت ما كتبتش لينا شي كون جات معايا البطبوط وصيدت الحوت ولكن ما جاتوش معايا داير انا تحدي ديال من اجل البقاء يعني ما خصني نجيب معايا والو من الدار اخوان واحد الورزيزه ثاني بانت ليا ديري الورزيز ديري الورزيز خليه ديال الورزيز شوف الخوت يا ربي السلام هاي لا خالية ديال الورزيز اللهم بارك شو يا ربي السلامة يا ربي يهجم عليا نضيع سبحان الله الخالية كي دايره شو الخوت جاب الله واحد الفريخ ها هو ما بغيتش نوريه لكم ها هو فريخ صغير بهذا الكاري هذا اوه الخوت ما كاينش اللي شد ليا الكاميرا وما جاتش هذيك اللعيبة ديال الراس وما نوريكم كيفاش صيدته ها هو الفريخ باش تقريبا دابا غادي نمشي نقلب على شي حاجه اخرى ونزيدها. هذه راه غنيمه تبارك الله ما شاء الله هذه غنيمه تبارك الله ما شاء الله الصيد راه حلال الخوت نخشي في جيبي هنايا والخوت انا راه مكحل كاريات راه معول على يخزيت اليوم شي مني ما صدقات الصيد ولا تقطع جيب هذا وجيب هذا ثاني ها هو هذا مليح هذا انا اللي صوبته صوبتو غير في الدار وهذا جايبو احتياطي يقدر يتقطع لك يقدر شي حاجه المهم هذا تا هو مزيان غادي نسيه هذا تا هو نلعب به نكسر به وهذا تا هو نخليه ثاني المره اخرى المهم راه ضرب لينا هذا الفريخ هذا
غنشوفوا هذا شي يضرب لينا. هذا قاصح وهذا خفيف، هذا الصغير وهذا الكبير. كان عليا ديك سميتها، كان عليا نضربها الاخوان، والله الا كان عليا نضربها بكاري، ولكن قلت حشومه نشدها بيدي، ولكن تزقلات ليا، كان عليا نضربها. غادي نشوف شي غريغرا اخوان، مازال كنقلب هنايا غنشوف شي غريغر. ضربنا فريخ الله يجعل البركه، ومازال غادي نزيد شي حاجه اللي كبيره، وغادي نرجع ثاني للحمام. المهم غادي نقلب حتى نلقى ان شاء الله. خو هذا الفيديو غيجي طويل، ولكن ماشي مشكل. او تنضرب عصفورين بحجره واحده، غادي ندلي الطعم ديالي هنايا ونخليهم شي نصيد على خاطري، ونشوف واش نلقى شي حاجه ولا ما نلقى والو. وان صوبت هذا الخيط هنايا تقريبا هنا، وغادي نخليه، وغادي نمشي ان شاء الله نصيد الحمام بهذا الكاري هنا، نشوفوا واش نشدوا شي حاجه ولا والو. تقريبا دابا شاد فريخ صافي، خاصني نقلب مزيان. والله الا جاني الجوع قسما بالله، وجاني الملل في الصيد هنايا، قلت علاش لا نخلي الخيط مشدود تمايا، ونمشي نقلب ثاني على رزقي، ما نبقاش مقابل الحوت. نريح هنا حتى يجي على خاطرو، يلاه طار واحد فرق. نريح هنا نشوف واش نضرب شي حاجه ولا والو. ها هي الحصيله ديالنا فريخ، شوف هذه الحصيله ديالنا، وحده تدارت وعاودت رجعت مشات ليه. انا كنت نتسناه ما بيا ولا بيهم. قاموا واحد جوج يا اخوان، زقلتو الخوت. الحمد لله. امسكتو بسمكه الحمد لله. والله الا غدايا وفرتو، والله تغدايا وفرتو الخوت، والله تغدايا وفرتو. الحمد لله غدايا وفرتو، وحتى نيست قلت غادي نطلع للغابه اخوان، ولكن الحمد لله غدايا وفرتو. تبارك الله. غدايا وفرتو. الحمد لله غدايا وفرتو اخوان. اللهم بارك. الله الا الحمد لله وفقني الله انني صيدت. والله الا من الصباح انا كنضرب بالكاري، جاب الله واحد العصفوره نوريه لكم، وجاب الله هذا الحوت. اللهم بارك. هذا هو التحدي يا اخوان، التحدي ديال من اجل البقاء خاصك تصيد وتاكل. وكيف كتلاحظوا تمكنت من هذه السمكه، هذه راه كبيره اخوان، ان شاء الله يبارك، راه ما صغيراش، راه كبيره تبارك الله، والله يجعل البركة. الحمد لله تمكنت من سمكة، أمسكتو بسمكة إخوان. والله إلا كنت كنصيد، ها شكي كتركل. والله إلا رغم التعب الحمد لله. هيا أيوا. والله إلا جيت لقيتها حاصلة إخوان، اللهم بارك، حاصلة. وأنت قلت صافي غادي نزيد بحالي، وشوفوا الخوت إن شاء الله يبارك. وضربتها إخوان واحد الفريخ، غنبارطاجيه معاكم دابا. ضربت واحد الفريخ، ها هو اخوان، ها هو ضربت هذا الفرخ، ها هو هذا تا هو غادي يطيب. داكشي ديال من اجل البقاء الخوت، ها انا الله يبارك. وعندنا هذا الفرخ هذا الاخر، ها هو هذا الصيد، هذا الصيد ديال الجباد، ها هو. وهذا الصيد ديال البحيره اخوان، اللهم بارك. الحمد لله، هذا افضل من عند ربي، الله يجعل شي بركه. ولكن الحمد لله كيقول لك ديما الصبر والعزيمه وتلقى داكشي اللي بغيتي، ديما غير صبر وغتلقى داكشي اللي بغيتي. انا لقيت حوت، اللهم بارك، جيت لقيتها واحله في الصناره، اللهم بارك. الحمد لله امسكت بواحده، الحمد لله. كانت تهرب. اوف، نديروها دابا في الميكاق، الله يجعل البركه. بغيت غير وحده الخوت باش ناكل. انا داير تحدي ديال من اجل البقاء، راه بامكاني انني نبقى نصيد هنا، ولكن لا اخوان، الله يجعل البركه، وحده كافيه انا وغتغديني مزيان. وهاد الفريخات ها هما باش شديتهم بالكاري يا اخوان. المهم غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو ديال الكاري بوحده، ها هما شدينا جوج فريخات الحمد لله، وعندنا حوته شدينا من هاد البحيره. ودابا غادي نمشي لواحد الغابه باش نطيب هاد الوليمه ديالي ان شاء الله باذن الله. وراه باقا حيه الخوت، شوف
الله الا بقى حي. هاي غتحي هنا. بسم الله. يا بسم الله. شوف ما جنا والو، ولكن الحمد لله ربي وفقنا، شدينا هاد العيبات هادو، وباقي ليا الفريخات حتى هما غنغسلهم. واه نشربو. اش عطشت صراحة. بسم الله. نريشو هاد الفريخات هادو اللي ضربنا، هادو راه غنتقليهم في الزيت، غيجي داكشي رائع. الله يجعل شي بركة. هادو راه فيهم كمية كبيرة ديال البروتين هادو صراحة. غير فيهم البروتين اخوان. شوف حضرنا غدانا الحمد لله، والتحدي قمنا به، هادشي كامل غير باش نقومو بالتحدي، نشوفو راسنا واش غادي نطلعو شي حاجة ما ناكلو. والله إلا من الصباح ما واكل شي حاجة، من الصباح حتى الفطور ما فاطروش تقريبا، ولكن الحمد لله أنا تمكنا حوتة الله يبارك مليحة، وجوج فريخات شبعانين البروتين. يعني الا كنا في شي غابه مثلا، لا بغيت نحرق نمشي لليونان ولا شي حاجه، نصوفي راسي انا فهمتي، نقدر ندي معايا شي معدات قلال مثلا، بحال سميتو بحال السبيب بحال كاري، هادو نخشيهم معايا نديهم ونقضي الغرض، نمشي نضربها بشي حرقه ندي باني راسي في الماكله، حيت الماكله راه شي حاجه ضروريه. هادو هما الفريخات ديالنا الشومه اخوان، هادو فريخات ديالنا هنا، هذا دار طار ليه نصو مع واحد الحجره، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذه هي ديال من اجل البقاء اخوان، الا ما شديتيش راه ما غاديش تاكل. ما عندنا ما نديرو. بسم الله. ولا غندير لها بحال هذا الخوت، الا كنتو مثلا محنسرين ولا شي لعيبه، هذا الراس تا هو راه يتكال، ولكن دابا ما محنسرينش، عندنا الحيمات ها هما الحمد لله. انتوما شي كون كنت شاد الطريق هذا الراس نديرو في ميكا ونلوحو في الشكاره، ولكن ما شادش الطريق دابا. والله الا اخوان لعيت عيت عيت باش حضرت هذه الوجبه، عيد ديال بصح. بسم الله. شويه الملحه بحال هكا، هذا الحوت هذا الخوت كيبغي الملح، وغنديرو الدقيق، رشوا عليهم الدقيق. خليطو وجليطو بحك. ها هما الطريفات ديال اللحم، شو كي دايرين؟ يا سلام الزويته. بسم الله. كبوا الزويته باش يتقلى لينا هادشي. بسم الله. يا دمار عرفتي باش توجد هادشي كامل من الطبيعه؟ والله الا تحدي زوين، وكتتحدى مع راسك، كتبعد على الصداع، تبعد على الضجيج، وكتجي كتخلق واحد الجو زوين صراحه مع راسك، احسن حاجه. واخا هذا الشيء غير كيبان لكم شويه، ولكن راه بمعاناه باش حضرناه. هذا هو صراع البقاء. اسمع اسمع زويته، اسمع كتغني الشطريفات ديال اللحم. يا سلام هذا صدر من عند ربي، هذا ضربنا عليهم تمارة.
وهاد الفريخه حتى الخوت راه ما عندنا ما نديرو، راه حنا دايرين من اجل البقاء، خاصنا ضروري ناكلو. كيف كتلاحظوا راه ما كليت والو من الصباح، خاصنا ضروري ناكلو. بالنسبه للدراري اللي غايقول لنا والدريات اللي غايقول لنا وحشومه هادو صغيورين علاش خديتيهم كذا، ولكن راه من اجل البقاء الخوت. الله على صويب ديال الطبيعه. يا بسم الله، هبط المقلة هبط. يا بسم الله، هاي تقرمل. بسم الله، ريحة الفراخ. ولينا ذوق. بسم الله. سوبر. يا بسم الله. انا البلاط ديالنا وجد. ولا بحال كا اف سي هاد الفرخ هادا. يا داما ايوا دابا نحيدو الفوطه ديال اخ النوش. هيا نحيدوها صافي. يا بسم الله، توكلنا على الله. بسم الله. الحمد لله، الحمد لله على النعمه ديال الله، وفر لي الله هذا الناير هذا. كلشي كون ما كانتش هاد السمكه ما غنتغداش. حنتي رافع تحدي بيني وبين راسي، خاصني نصيد. شو هاد الفريخ كيولا ولا بحال كي اف سي؟ شو شو كيولا يا اخوان؟ بسم الله. واو وطاب طاب على حقه وطريقه. بسم الله. يا سلام. سوبر. والله الا بنين مشى اني لا ود احمد. ما يمكنش. خير موجود تبارك الله. نعزل الحيمه اللي بغيت. سوبر. المهم الخوت، غيكون سال الفيديو ديالنا هنا. اللي عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي لي شي كومونتير. وصراحه الخوت باش حضرنا هذه الوليمه صراحه تعبت عليها، دوزت النهار كامل عذاب، كنقلب من هنا كندور من هنا، ما كنت ما ابار داكشي ما كنصوروش.
المهم تعبنا على هذا الرزق هذا ودرنا اليوم تجربه ديال من اجل البقاء، يعني ما جنا معنا والو من الدار، والحمد لله توفقنا اننا صيدنا، وهذا الشيء كان من فضل من عند ربي صراحه. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، ولا عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع اصحابك، ونتلاقاو في فيديو جاي ومغامره جديده وتجربه جديده ان شاء الله باذن الله. تحياتي لكم.